معنا مشاهدينا الأستاذة نجلاء عياد، صاحبة مبادرة التأهيل النفسي للمطلقات. خلاص اتطلقت، احنا مش بنتكلم بقى ان هي صح غلط مين هي، خلاص دلوقتي قدامنا ست واتطلقت. المبادرة دي جميلة جدا، ازاي بتأهل نفسية المطلقة دي ان هي بقت مطلقة؟ وده حلو دلوقتي في مصر ان احنا عندنا التخصص ده وعندنا المبادرة دي، لان كان كله كده ايه يعني، هي اتطلقت مش فاهمة بتحس بايه وبتروح فين ورايحة فين وتايهة طول الوقت. استاذة نجلاء ازي حضرتك؟ ازي حضرتك استاذة ايمان؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمينا بقى عن المبادرة دي. المبادرة دي لطيفة جدا، ويمكن ناس كتير قوي ما تعرفش ان احنا عندنا مبادرة اسمها التأهيل النفسي للمطلقات. هي المبادرة اسمها بداية جديدة. احنا المبادرة من 10 سنين متواجدة على أرض الواقع، وكان الهدف منها بعد طلاقي أنا، يعني أنا كنت وقتها مريت بظروف الطلاق، وكنت عايزة أوصل رسالة إنه أنا محتاجة الدعم اللي يخليني أقدر إن أنا أقف على رجلي، إن أنا أكون حد إيجابي في المجتمع، إنه مش معنى الطلاق اتطلقت يبقى كان في نظرة سلبية. هنتكلم احنا من 10 سنين، يمكن النظرة اختلفت يعني شوية حاليا، بس من 10 سنين كانت النظرة صعبة جدا. يعني ده فكان الهدف، ده كان وقت طلائك، خلينا نتكلم ايوه كده فريندلي كده، احنا قاعدين مع بعض دلوقتي، ايوه وقت طلائك فحسيتي لا اللي هو لا يعني ازاي يبقى واحده جديده، وده دايما احساس كل ست في لحظه الطلاق اللي هو انا بالظبط. هرجع لورا، انا فشلت، طب انا هنجح في حياتي، طب هو كان كل حاجه. دايما بيبقى جوانا كده مشاعر، كلنا عشنا على فكره الاجواء دي اغلبنا، دي يعني حقيقة. مشاعر متلخبطه كده. طب بدايه جديده ازاي بقى؟ كلميني يا نجلاء، ازاي وقفتي على رجلك تاني؟ والله انا خدت القرار، بالنسبه لي انا وقتها خدت القرار ان انا خلاص بقى صفحه واتقفلت وهبدا بدايه جديده، اشوف ايه الحاجه اللي انا بحبها هعملها، يعني ان انا مثلا امارس هواياتي، انزل اشتغل، مش هستخبى من لقب مطلقه او اقول ان جوزي مسافر او انا ارمله، لانه فعلا في كتير جدا كان بعد كده لما انضموا للمبادره، كان يعني ستات كتير اكتشفت ان في كتير بيخبوا. ايوه فكنت يعني شايفه ان لقب المطلقه زي الارمله زي الانسه زي المتزوجه عادي جدا، يعني ايوه ما فيش حاجه. ومش لازم ابقى انا اتطلقت يبقى انا فاشله، ما ممكن يكون الشخص اللي بالظبط معايا اللي كان غلط، ممكن يكون الظروف، ظروفنا صعبه، اهل حقيقي يعني في 7000 ما بند فيش توافق. يقول بالظبط ان ما فيش توافق، لكن دايما يمكن احنا كستات بنحس ان ايه ده، وانا فشلت؟ هو احساس الفشل ده مرعب يعني، فكملي. لأن المجتمع نفسه هو دايما اللي بيحكم على الست ان هي اللي هي خربت بيتها، فهي دي كانت من هنا بقى كنت عايزه اعمل تغيير لنظره المجتمع، ان الست بعد الطلاق لا يا جماعه مش هي اللي بتبقى، مش دايما هي تكون هي اللي خاربه البيت. في النظره السلبيه كمان انه بتبقى محطه انظار وتشكيك وحاجات كتير قوي لو الست اهتمت بنفسها، وانا ده عملته في المبادره. انا بقيت اخلي فيه استعين بمصممات ازياء وخبيرات تجميل، انا عايزاها بعد ما تتطلق، مش احنا اولا ما بنشجعش على الطلاق، بس هي الفكره ازاي تبقى هي فرد ايجابي في المجتمع، ده كان اهم حاجه لا ان هي احنا تهتم بنفسها. مش بنشجع الطلاق، احنا خلاص هي اتطلقت، يعني احنا دلوقتي ايوه بنتكلم فيما بعد الطلاق يا جماعه، احنا ملناش علاقه، خلاص ايوه هي اتطلقت ايا كانت ظروفها ايه، هي اتطلقت تمام. بالظبط. الافكار بقى السوداويه بتاعت المجتمع بتاعنا اللي هو ايه ده، هي مالها عامله في نفسها كده ليه بعد ما اتطلقت، هي دي ما اعرفش حلاوه احلوت ده. احلوت ايوه بالظبط. هي الفكره، هي مش اتطلقت وحلوت بعد الطلاق، هي الفكره انه اثناء يعني ممكن الحياه الزوجيه كان في صراعات وفي اساءات، ممكن يكون في عنف، في حاجات كتيره جدا. فهي فعلا بعد الطلاق في سيدات فعلا احنا بنقول عليهم ان هم نوروا، هي الفكره ان هي ارتاحت من مشاكل، ارتاحت من حاجات، رغم ان هي هتقابلها لسه، خصوصا لو هي بقى معاها اطفال هي في الست لسه دايما بقى حاجات. الست المصرية بتدي كل الحب وكل العطاء وكل حاجة لجوزها وبيتها، يعني هي دي بتبقى آخر حقيقة. اختيار، يعني كل الاهتمام كل العطاء كل الحب كل حاجة للراجل والولاد، لكن عشان كده هي بالظبط. بتنور ليه؟ لأن ربع الاهتمام اللي هي كانت بتديهوله ده ابتدت تديه لنفسها، عشان كده هي بتنور، مش عشان حاجة تانية، مش عشان بتغيظه ولا ايوه بتعند معاه، الاهتمام رجع عليها هي. بالظبط طب انا عايزه اقول لك على بالظبط. حاجه يا نجلاء كده سريعا كده اتفضلي. بسرعه، ايه النقط اللي تخليني اقف على رجلي ابقى واحده جديده بعد الطلاق؟ نقط
والله احنا زي ما بنقول كده، احنا ما نبصش بقى لصفحه الماضي، نبعد عن المشاكل. يعني احنا حتى لما بيكون في مشاكل ما بين اي اتنين مطلقين، احنا بنحاول، او انا احنا فكره رجعنا كتير ازواج لبعض. حاجه حلو. تانية انا دايما بقول بعد الطلاق يبقى فيه احترام وليس انتقام، يعني الاتنين ما بينهم يبقى فيه احترام، حتى لو خلاص يعني هي خلاص الحياه انتهت ما بينهم، خصوصا لو في اطفال. ما احاولش ان انا دايما ادور على المشاكل، ما ادورش على اي حاجه تاذيني انا نفسيا وتاذي اولادي. تمام. طبعا بهتم بنفسي، بهتم ان انا اشوف ايه الحاجه اللي انا عايزه اعملها، هوايات، شغل، علاقتي بابنائي. حتى لو فكرت اتجوز مره تانية، ما بقاش خوفا من كلمه مطلقه وان هي ترمي او عندا او كيدا انها تتزوج سريعا عشان خاطر يعني تاكيد الطرف الاخر، او تحس ان هي لسه مرغوبه. لا، صح. احنا بنقول لها خدي وقتك وخدي راحتك، واحنا عندنا بنقدم الاستشارات الاسريه كمان. يعني اي اتنين بيرجعوا بعد، طبعا احنا معانا استشاريين نفسيين، تمام. ف يعني انا ده بحبذه اكتر من ان يتواجد حد من الاهل. يعني انا لان بشوف ان دايما وجود احنا هنتكلم لسه في الحلقه عن الاهل ومشاكل الاهل في التدخل وفي الصلح وفي كل حاجه. استاذه نجلاء، انا بشكرك جدا وميرسي جدا على المداخله اللطيفه دي، وحلو ان يبقى عندنا مبادره اسمها بدايه جديده، وحلو يبقى عندنا تاهيل نفسي للمطلقات.